السلام عليكم. ان شاء الله بخصوص الطلبه اللي بتسال في التعليقات، يا مس حضرتك هتحلي ايه على اليوتيوب وهتحلي ايه برايفت؟ طيب على العموم انا مستنيه ما كل الكتب تبقى في ايديا عشان ابدا اخد القرار، وهقول لكم هنحل ايه على القناه وهنحل ايه على الخاص. طيب في طلبه ازهر سالوني يا مس كتاب المرشد ده حلو نجيبه ولا لا، فانا حبيت ان انا اجيب كتاب المرشد واعرضه للطلبه عشان يقدروا يقرروا اذا كان الكتاب ده هيبقى مناسب ليهم ولا لا. الكتاب المرشد للمراجعه النهائيه وفي امتحانات مكتوب عليه للقسم العلمي والصف الثالث الثانوي الازهري، تمام، اعداد الاستاذ احمد جاويش ومراجعه الدكتور علي فتحي. هعرض لكم الكتاب ونشوف اهم حاجه موجوده فيه. الكتاب منظم جدا وبادئ معاك من الصفر. اول حاجه الكميات والقانون والكميه الفيزيائيه والقانون الخاص بيها، وقاعده عامه لتحويل الوحدات، ازاي تحول من وحده للتانيه. كاتب لك معظم الوحدات عشان تحول من سنت الوحده تعمل ايه، من الملي المايكرو النانو، معظم التحويلات اللي عليك في المنهج موجوده في الكتاب، تمام. طيب بيقول لك الوحدات المستخدمه يجب ان تكون تبع النظام الدولي، وكاتب لك بعد كده الرموز يعني ايه شد التيار، إيه رمزه بيبقى ايه في الكتاب، يعني بادئ معاك بصفر. ادي الكميات الفيزيائيه وادي الرموز الخاصه بيها في المنهج بصفه عامه، تمام. كمان في حاجه جميله جدا ان هو جايب اهم الوحدات، وده بيشتكي منها طالب الثانوي العام والازهر برضو. مثلا الوحده الهرتز بيكافئ ايه، الوحدات المكافئه، التردد والمقاومه، الاوم، وممكن تبقى الوحدات المكافئه شكلها ايه، فرق الجهد والوحدات المكافئه، كميه الكهربيه والوحدات المكافئه. ممكن تستفاد من الجدول ده ازاي لو انت عايز تذاكر تثبت ان الوحده دي هي كميه الكهربيه، يعني تتعامل مع الوحدات مش حفظ على انها مسائل، تاخد اي وحده من الوحدات دي وتحاول توصل بيها ان دي بتكافئ دي او دي بتكافئ الكولوم، بحيث ان انت تنوع الاسئله ويبقى معاك كم كبير جدا من الوحدات المكافئه. كمان جمع لك اهم القواعد اللي في المنهج، يعني مثلا قاعده اليد اليمنى الامبير وظيفتها ايه، البريمه اليمنى بتعمل ايه، العقارب الساعه، قاعده عقارب الساعه، فيلم الجد اليسرى، قاعده لينز، القواعد اللي عندك في المنهج كاتب لك وظيفه كل واحده. وبعدين الجميل برضو انه بادئ بالوحده الاولى اللي هي الكهربيه والمغناطيسيه، اهم القوانين الخاصه بالفصل الاول. اعتقد الصفحه دي مهمه جدا للعام وللازهر، وانا شايفه ان اصبح في تقارب بين العام والازهر، ان اصبحت الورقه الامتحانيه متشابهه دلوقتي في اسئله مقالي وفي اسئله اخطر. ده ضيف على كده ان الازهر اصلا مسائله كانت متفوقه على العام من البدايه. كده اهم القوانين اللي في الفصل الاول خلصت، بدا بقى على الفصل الثاني اهم القوانين، وبالتالي تقدر تراجع مراجعه سريعه قبل ما تبدا تحل. يعني مثلا انت عايز تحل على الفصل الاول، راجع على الحاجات الخاصه بالفصل الاول. دي كلها الفصل الرابع القوانين الهامه، وبعد كده جايب لك المصطلحات العلميه، المفهوم والمصطلح العلمي ده بيدل على ايه، يعني وتيار والاصطلاحي وشد التيار، يعني جايبها لك معاك بادئ معاك من الصفر. ما النتائج المترتبه على ماذا يحدث عند، وكاتب لك حاجات كتير جدا. نستخدم عده ملفات بينهم زوايا صغيره متساويه ليه، عشان نحصل على تيار مستمر موحد الاتجاه ثابت الشده تقريبا. السؤال ده بيجي في الامتحانات كتير. بنستخدم عده ملفات بينهم زوايا صغيره متساويه في المحرك ليه، وهنا كانه بيعمل لك مقارنه بين الدينامو والمحرك، هنا الفرق زياده سرعه وكفاءه المحرك. وبعدين كاتب لك شروط مثلا تولد تيارات دوميه، عشان تتولد لازم تتحقق الشروط دي، عشان نحصل على التيار المستحث في ملف الشروط دي تتحقق، عشان نحصل على ام اف طرديه لازم الشروط دي تتحقق، ام اف مستحثه عكسيه في الملف الثانوي الشروط دي تتحقق، عشان نزود كفاءه دوران المحرك الشروط دي تتحقق. بتهيألي كتاب يعني بصراحه جميل.
الاساس العلمي، طبعا بتيجي اسئله في الامتحان فكره عمل كل جهاز من الاجهزه دي، دينامو المحرك الكهربي، العوامل بتوقف عليها، تلخيص وافي. وبعدين الحديثه بقى بدا بقوانين الفصل الخامس، قوانين الفصل الخامس كلها، وبعدين تكملتها هنا الفصل السادس، وده الفصل السابع، وبعدين المصطلحات في الفصل الخامس، ورق وافي جدا. ما النتائج المترتبة؟ طبعا ده بخصوص الحديثة. ما هي شروط رؤية جسم باستخدام الميكروسكوب؟ أن يكون الطول الموجي المصاحب بالشعاع الإلكتروني المستخدم أقل من أبعاد الجسم، كلام مهم. الانبعاث الكهروضوئي، سقوط فوتون على سطح المعدن بتردد أكبر من تردد الحركة. كده خلصت بقى، بدأ الأسئلة، دي بقى بداية الأسئلة. يبقى أنت عندك لغاية صفحة 41، 41 صفحة عبارة عن تلخيص للمنهج. يبقى انت هتحاول تقرا الكلام اللي مثلا انت عايز تحل على الفصل الاول، عايز تحل على الدرس الاول، تكون انت قريت الحاجات الخاصه بيه، وبعد كده تبدا تحل. هنا اسئله اختر عادي زي نظام العام، ما معنى ان تدريبات رياضيه، يعني اسئله مقاليه، أسئلة مقالية. يبقى هو جاب اختر وأسئلة مقالية وأسئلة ما معنى أن، وبعد كده بدأ يجيب لك بقى الامتحانات، اختار الإجابة الصحيحة، برضو اختر اهو على قانون أوم، بدأ يجيب درس كمان، وبعدين عليه أسئلة اختر، وبعد الاختر فيما معنى قولنا أن، وبعدين علل، وبعدين ما العوامل، وبعدين تدريبات رياضية اللي فيها اللي مفيش اختيارات، يعني تحل المسألة وتشوف الحل بقى مظبوط ولا لا. وبعد كده راح مجمع لك أسئلة متنوعة على الجزئية اللي فاتت، تدريب رقم 3 اختر، وبعدين ما معنى قولنا أن، العوامل توقف عليها كل مما يأتي، قارن، اذكر وظيفة، تعلل، متى، ما النتائج المترتبة. يعني بيتهيألي اللي هيمشي مع الكتاب ده هو هيبقى يعني ممتاز في النظري وفي المسائل، شغل بصراحة يعني في إتقان المسائل. كمان الرسم البياني، أتوقع إن الرسم البياني ممكن يجي تاني النظام ده لطلبة تالتة ثانوي عام، لازم تكون متدرب على مسألة رسم بياني. هتعمل ايه لو جات لك مسألة زي دي؟ هترسم مين على الصينات ومين على الصادات؟ هتاخد مقياس رسم شكله ايه؟ هتتعامل ازاي مع الرسم البياني عشان تضمن درجاته؟ خلي بالك كان من ضمن العيوب الاختيارات ان مفيش يعني مفيش مراعاة لموهبة الرسم البياني عند الطالب او تعليمه للرسم البياني، فممكن ترجع تاني. مقام المكافأة وتجزئة التيار، يعني فصل الاول لو انت ضعيف جدا بعد ما تحل الاسئله دي اعتقد هتبقى ممتاز جدا. يعني الفصل الاول مش سايب حاجه، منظم، الوان، ده كله على الفصل الاول، 41 صفحه على الشرح والتلخيص. وبعد كده الفصل الاول اهو لغايه صفحه كام؟ 92. وبعدين الفصول الثانيه بعد زيها. طيب فين الاجابات بقى؟ ده كل الفصل الثاني، الثالث، الرابع، تمام. وبعدين الحديثة، بعد ما هتخلص الحديثة بقى هتلاقي إجابات الفصل الأول، التيار الكهربي، قانون أوم، الاختيارات موجودة،
وبعدين الأسئلة المقالية اهي، إجابة الأسئلة موجودة، ويعني في برضو الإجابات موجودة اهي، هتلاقي بعد المراجعة الجزئية دي الإجابات كلها، دي الإجابات اهي. كل دي إجابات، وبعد الإجابات بقى هتبدأ الامتحانات. بتهيألي بقى الامتحانات دي مش لها نموذج إجابة، بتهيألي يعني. لا في اجابات، في اجابات ملحق الاجابات، المرشد في الفيزياء، المراجعه النهائيه، وامتحانات البوكلت كلها اهي ملحق. لا موجود لها اجابه، تمام كده، دي كده الاجابات. الاجابات اهي، اجابه السؤال الخامس، اجابه السؤال الثاني، لا في اجابات. وبعدين النموذج الثاني، دي اجابات.